عمركم طرحتوا واحد السؤال على راسكم، علاش كولومبيا ما عمرها نظمت كاس العالم وما عمرها تنظموا؟ امريكا نظمت كاس العالم وها هو رجع لها عاود كاس العالم، والمكسيك نظمت كاس العالم، يعني كاس العالم حدا كولومبيا قريب لها ولكن ما عمر نظمت وما عمر تنظموا. علاش؟ حيت كاس العالم فيه شهر، الا نظمت كولومبيا كاس العالم العالم كله غادي يغرق بالكوكايين والهيروين. بقى معايا الحلقة غادي تكون شيقة وغتستافد فيها الكثير إن شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيدايرين أخوتي بخير؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى ما يرام. دخل في الموضوع ديريكت أخوتي المغاربة، جيت نوركم بخصوص قضية اعتقال سعيد الناصري رئيس فريق الوداد ورئيس الجهة وبرلماني، هو واحد الصديق ديالو حتى هو برلماني جهة الشرق، وقع لهم مشكل مع واحد السيد هو من مالي، أمه مغربية وباه مالي. مازال غادي نعاود لكم القصه ديال هذا السيد هذا، غنعاود لكم الحكايه من الاول حتى التالي ديال هذا السيد هذا المالي اللي كان فقير ولا لاباس عليه ولا كيلعب بالملاير. ولكن بقى معايا ما تمشي فين باش تستافد في هذه الحلقه هذه وتدي ما تعاود، حيت شي وحدين خرجوا هضروا في هذا الموضوع. القليل ما شفوا لياش الغليل. اول حاجه بغيت نتطرق لها اخوتي المغاربه قبل ما ندخل في الموضوع، وهو ان اي شخص كما بغى يكون الا كان ما كيفهمش الخبايا السياسه وكيهضر فيها راه غير كيخربق، كيوصل للمغاربه غير التخربيق، ما كيوصل لهمش المفيد. حنا كنقولوا واحد المثال في المغرب، الحبس ما تبغيش لعدوك. اول حاجه بغيت نبدا بها اخوتي المغاربه، وعلاش قلت لكم في الاول بان كولومبيا ما عمرها تنظم كاس العالم؟ لاحظوا مزيان، رئيس الوداد البيضاوي هو رئيس فرقه ديال الكره، والفرق ديال الكره كيلعبوا لا كوب دافريك، كاس العالم للانديه، الطياره كتمشي على برا. علاش كريستيانو رونالدو كيراقبوه في الايروبور؟ ماشي حيت هو كريستيانو رونالدو راه يقدر يقطع الكوكايين، يقطع شي حاجه حيت هو معروف مثلا. واش هذاك البوليسي ولا داك السيد اللي خدام في الديوانه في الايروبور الا لاحظتوا كيعطي السلام لرونالدو كيقول له دوز، واخا تكون كما بغيتي تكون دوز لهنايا للسكانير، خصنا نقلبوك لانك انت معروف، ما يمكنش ما نقلبوش حنا الطياره ديال ريال مدريد، خصنا نقلبوها لان كل مره غادي تلعب شي بلاصه، وغادي الميريكان ماتش اميكال، غنمشيو لكولومبيا نجيبو الكوكايين، غنمشيو كدا. واش فهمتوني؟ هادشي هذا اللي ما تطرقولوش العديد ديال الناس، خصكم تكونوا كتلاحظوا شي شويه وتكونوا كتعرفوا خبايا السياسه وتعرفوا القوالب وتعرفوا كومو سا سباس كيقولوا لي فرونسي لو موند اونتي، في العالم هادشي هذا كاين في العالم، في العالم ماشي غير المغرب بوحدو مثلا اللي هو اللي كيدير كدا، هو اللي عند فيه الرشوه، هو اللي فيه التخرويض، هو ورا العالم كله في هذا الشيء هذا. كاينين واحد الفئه ديال الناس هما كيبغيو يعيشوا غير في التخرويض بحال الفكار، غير في التخرويض هما كيعجبهم التخرويض، الا ما كانش التخرويض ما يمكنش يعيشوا، خصهم الغيس هما هكاك دايرين على باس، هما ما كيفكروش، ما عندهمش ضمير حي سيرفو، كاين عشوه في الخديه في اللي يفكر انا كدا داكشي اللي درت ما خصنيش نديرو، لا داك حرام ولا داكشي كدا، خصو يعمر هو الشكاره ديالو. كيقول لك نهار نهز كرعي ونتلاح في التراب يحن الله، لان الله غادي يغفر للجميع، ونيغاتو سو با غادي كي كيقولوا الاوروبيين ولي فرونسي، ونيغاتو سو با غادي. ما يمكنش تمشي للبارادي وانت كحلتيها وزرقتي لها العين في الارض، راه ضروري خصك دير شي حاجه اللي غادي تشفع لك امام الله باش تمشي للبارادي، والبارادي مفتوحه، ما يمكنش حنا نصبروا وكذا كذا وانت تجي تدي لي البلاصه ديالي. مثلا انا كنصبر في الدنيا وكذا وما كناكلش الحرام وكذا وكنعمل بجد، وتجي انت في التالي تدي لي البلاصه ديالي في الجنه اللي كنت مكحلها، اي علاش انا كاع انا كنصبر حتى انا نخرج لهذا الشيء هذا لطريق الفاس هذا الزنديق حتى انا، وغنمشي للجنه نمشي للبارادي. هاد القضيه اللي خصكم تفهموها اخوتي المغاربه واللي العديد ديال الناس كيجهلوها، كاين ثلاثه ديال المراحل. يمكن ليش انا نخرج ونشير بالاسبوع الواحد انه شفار ولا قتال ولا مجرم وانا ما عنديش دليل مادي، وحتى الا كان عندي دليل مادي ماشي انا اللي كنخرج نقول هذا الشيء هذا، كاين الشرطه كاين المحكمه، حنا كنخرجوا كنناقشوا المواضيع وما كنتهموا حتى شي واحد، ما خصكش تتهم بنادم. مثلا شحال ديال الناس كيخرجوا مثلا كيقول لك تم نقل سعيد الناصري كذا بسياره الشرطه الى عكاشه كذا، داك الشيء هذاك ما خصكش ديرو هذاك الشيء هذاك، عرفتي علاش؟ لان تقدر تبرؤوا المحكمه في التالي وبورتي بيك بلانت، هذاك الشيء هذا كيتسمى التشهير. كاين ثلاثه ديال المراحل اللي كاينين مشابه به، ملي كيكون عند الشرطه كيكون في البحث التمهيدي كيكون غير مشابه به،
واحد السيد جا شكم بواحد السيد، قال لهم هذاك السيد اش كيدير اش كيدير، عندهم مش دليل مادي عليه، كيراقبوه الشرطه كيجيبوه كيديروا معاه بحث تمهيدي. ماشي انت اللي كتمشي بالطوموبيل الزرقاء للحي ديال زرق طوني وكتجيب كدا الكوكا من تما وكدا راه كدا شفناك البارح كدا 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 وراقبناك شكون اللي معاك وكدا وهذا قلنا. دابا انت مشتبه، مازال ما عندناش دليل مادي عليك، راك مشتبه. من بعد منين كتقدم للمحكمه كتولي متهم، ديك الساعه متهم، واخا في المحكمه مازال التحقيق انت متهم، المتهم بريء حتى تثبت ادانته، مازال ما اصبحتي مجرم، لم تصبح بعد مجرما، انت متهم. ما نخرجش انا ونقول او سعد النصيري شفار راه دار راه فعر، متهم هو، مازال ما تبتاتو التهمه. ما خصنيش نهضر عليه دابا وما نهضرش كاع، ما خصش بنادم يهضر، انا نقول لكم شكون خصو يهضر في التالي واخا يتحكم عليه. وداك الشيء كاينه الصحافه، كاينين الناس مختصين، كاينه التلفازه، كاين الجورنال، كاين انت غتخرج تناقش مواضيع وتقول الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، هادشي اللي خصك تقول. ماشي انا هنايا بانني انا كندعم هادشي هذا، كنقول لك راه كذا 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 كندعمو، ولا انا كنقول لك كيفاش خصك نتايا تاناليزي للمسائل، تشوف المسائل وكيفاش توصل المعلومه لعباد الله. يعني ما تشمت في حد، ما تضحك على حد، ما تمنى لحد الحبس، ولكن ناقش وقول الله يهدي ما خلق، والله يجعل الناس هادو يرجعوا للطريق المستقيم. من بعد ما كيكون متهم في المحكمه في جلسات، يعني في الجلسات المستمره اللي كيديروا معاه ديال الاستنطاق وديال كدا والشهود واش كدا هذا قال، راه الوثائق يعني المقدمه من طرف الشرطه، الشرطه قالوا بان كدا، كاين وثائق قدموهم داك السيد ضدك، كاين شهود، كاين كدا، كنديروا واحد البحث، كيكون داك الشيء داك جلسات الاستنطاق طويله تدوم واحد المده. من بعد ملي كيتحكم عليه في المحكمه، القاضي كيهز داك المطرقه، حكمت المحكمه على فلان بن علان بكذا كذا بالسجن لمده 10 سنوات. القانون اللي كيقولها والارتيكل، ماشي انا، ماشي القاضي كيقول له انا اللي حكمت عليك، ماشي القاضي اللي بغى يدخلو للحبس، راه القانون هو اللي دخلو للحبس. ديك الساعه عاد كيولي مجرم عفوا، ملي كيولي مجرم حكمت عليه المحكمه لا يقبل الطعن، لان تحكم عليه هو مجرم، دار واحد الجنايه تحكم عليه سي فيني، لا يقبل الطعن. اذا كانت جنايه جرما يعني خطيرا، كيولي ديك الساعه عاد مجرم. عاد الجورنال كيخرج كيكتب حكمت المحكمه على فلان علان وكذا وكذا، ولا التلفازه تخرج تهضر، عاد الناس كيوليو كيخرجوا وكيقولوا وراه تحكم على فلان كذا ب 10 سنين كذا صافي، تحكم عليه. الناس عاد كيخرجوا كيبداو يهضروا في القهاوي، وهذا الشيء حنا معروف عندنا في المغرب، كنخرجوا كنبداو نهضروا ديك الساعه في القهاوي راه تحكم على فلان، حيت هادشي اللي عندنا حنايا في المغرب، هادشي اللي كنديروا، هادشي هادي الخدمه ديالنا، مقابلين حنا غير فلان تحكم عليه، فلان دخل الحبس، فلان خرج من الحبس، فلان ما خدمش، فلان شرى طوموبيله زرقاء، فلان شرى طوموبيله حمراء، فلان لاباس عليه، فلان فقير، فلان لابس السروال الاحمر، فلان لابس السروال الخضر، علاش هذيك لابسه المزير، علاش هذيك لابسه الصايه، كان عليه حيد الجلابه ما جاتوش، كان عليه لبس البلغه، لابس البلغه والجلابه، واش هذاك دا عروبي، لابس السروال جين زرق وصباط حمر، هذا كيعيق علينا كدا. يعني كما درتي وحله، كما درتي راه الناس غادي يهضروا فيك، كما درتي لها الهضره جايه فيك. اش قلت لكم اخوتي المغاربه بان الانسان ما خصوش يخرج يهضر، راه يقدر يتابع قضائيا قبل ما يتاكد من المعلومه وقبل ما يتاكد من الخبر، يخلي القضيه تالتالي تصدر القرار النهائي، عاد خرج وهضر. اسمع مزيان، اسمع مزيان القانون اش كيقول، اسمع. قال لك المتهم هو الشخص الذي ينسب إليه جرما جنائيا ويصدر النائب العام بحقه قرار اتهام بناء على قرار ظن يرفع إليه من قبل المدعي العام، وتتم محاكمته أمام المحكمة المختصة للفصل في أمره وإصدار الحكم ببراءته. اسمع يعني قدر يتبرع في التالي ويرفع عليك دعوة، الحكم ببراءته وبتوجيه العقوبة المناسبة بحقه في حال ثبوت ارتكابه للجناية المنسوبة إليه. في حال ثبوت، راه مازال في البحث، مازال في التحقيق، مازال في الاستنطاق، مازال في هاكوارا كي كنقولوا سيراج المحكمة والشهود، في التالي يقدر يتبرع، يقدر يتحكم. يعني بنادم ما يسبقش كي كنقولوا، يسبق العصا على الغنم كي كنقولوا، صبر بلاتي طريت شي شويه، راه يقدر السيد يكون مثلا بريء ولا يكون هو متهم. حنا ما بغينا الحبس حتى لشي واحد، حنا ما كنبغيوش المضره للناس. الا كان هو متهم يعني راه المحكمه اللي غادي تحكم عليه، ماشي انا ولا انت ولا واحد اخر. الا كان بريء
غادي يخرج غيمشي للوليدات ديالو، حتى هو راه عنده الوليدات ديالو. حنا ما كنبغيو الاذيه حتى لشي واحد، حنا اللي كنبغيو ان ما يكونش الفساد في البلاد ديالنا. راه شحال من واحد ما فهمش القصه ديال اعتقال سعيد الناصري رئيس فريق الوداد ومن معاه تالف تالف، كيقول لك فهمتش انا شكون اعتقلهم وعلاش وكيفاش، انا راني تالف اخويا والله ما فهمت. انا هنايا باش نشرح لك اخويا كيف تم اعتقال رئيس الوداد سعيد الناصري ومن معاه. حنا كنقولوا واحد المثال في المغرب، ما تدير راسك في النخاله ما ينقبوك الدجاج، معرفت من والا كتعلم البلاء. اشداني نتعرف مع واحد السيد اللي في التالي صيفطني للحفره، اللي صيفطني للحبس وندوز الايام الاخيره ديالي في عكاشه يطرقوا عليا وعندي وليداتي وعندي المشاريع ديالي. اشداني كاع لهاد القرعن مشطلو راسو. اشداني نتعرف مع واحد السيد وانا ما عارفش الاصل ديالو والماضي ديالو كيفاش داير. اشداني ندخل في المشاكل هادو، من المشاكل اللي كيوقعوا العديد ديال الناس كنبغيوها كلها وكنخليوها في التالي كلها. القصه وما فيها انهم تعرفوا على واحد السيد هو مالي، مو وجديه مغربيه وباه من مالي، هو كان فقير خلق في واحد في واحد المدينه سميتها كيدال، عاصمه الطوارق في مالي كيدال سميتها، تما خلق. هو كان فقير كان يرعى الابل. الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف المخلوقين والمخلوقات، كان فقيرا كان يرعى الابل وبقى راعي الابل حتى ولا تاجر، طور يعني المقدورات ديالو يعني وطور من الحياه ديالو. الرسول صلى الله عليه وسلم اشرف المخلوقين والمخلوقات، كان راعي ابل، كان فقيرا وطور المعيشه ديالو ولا تاجر، وكان كيخدم بالحلال، ما كانش كيفكر كيقول خصني ندخل الفلوس بواحد الطريقه غير شرعيه، ماشي ندير المخدرات ولا مثلا نتايا نبيع ونشري في الابل المضرورين المراض ونكذب على عباد الله، ما كانش كيدير داك الشيء. كان كيدخل الدخل ديالو اليومي حلالا طيبا الرسول صلى الله عليه وسلم. هاد السيد هذا اللي الاسم ديالو الكامل الحاج احمد بن ابراهيم الملقب بالمالي حيت هو من مالي، سميتو الحاج احمد بن ابراهيم، سمعوا مزيان الحاج احمد بن ابراهيم، ومشى في هاد الطريق هادي. كان فقيرا كان يرعى الابل، ومن بعد تلقى واحد السيد في الصحراء فرنساوي تالف بواحد الطونوبيل ديالو، تالف ما عرفش الطريق منين غادي يخرج، هو اللي فكو، كان غادي يموت في الصحراء، هو اللي فكو. داك الفرنساوي هذاك كبرت فيه القضيه، دار معاه الخير وداك الشيء، عطاه الطونوبيل ديالو كهديه ودخل لفرنسا. من بعد هذاك السيد هذاك اش دار الحاج احمد بن ابراهيم؟ واحد المده دا ديك الطونوبيل باعها، جابت له فلوس صحيحه. ملي جابت له فلوس صحيحه عيط لذاك الفرنساوي قال له راه بعت الطونوبيل بثمن زوين، بغيت نعطيك نص، يعني بغى يدير معاه زوين حتى هو، دار فيه الخير حتى الاخر بغى يرد له الخير. قال له هذاك الفرنساوي هذاك استغرب من التعامل ديال المالي ديال الحاج بن ابراهيم، تعجب قال كيفاش هذا السيد هذا عطيته طونوبيل وباعها وكيعيط ليا كيقول لي نعطيك النص؟ هذا السيد هذا مخلص وفي. بقات العلاقه بيناتهم وهو يقترح عليه قال له علاش ما نبيعوش نشريو في الطونوبيلات، نبدا نصيفط لك طونوبيلات من فرنسا اوكازيون. قال له ماشي مشكل. بدات هكا الحكايه ديال الحاج بن ابراهيم هذا الملقب بالمالي، يعني وكان كمل في هذه الطريقه هذه ما غاديش يوصل للحبس، وكان عاش في الحلال كيبيع ويشري في الطونوبيلات في الاول. من بعد منين كان كيبيع ويشري في الطونوبيلات تما فين عرف الطرقان، حيت كانوا الطونوبيلات فيهم دي ديف ومشاكل وكذا، وهذا كانت مراقبه، كان يعني كيعرف الطريق منين غيدوز باش يديفي ما يدوزش حدا الدارك كذا كذا، تما حفظ الطرقان. من بعد ولا كيبيع في الذهب في النقره في النحاس، لان راكم عارفين بان مالي فيها مناجم الذهب الفضه، ولا كيدير هاد التجاره هادي. من بعد تعرف على ناس ودار نفوذ وكذا، يعني توسع في التجاره ديالو، عاد من بعد ولا كيدير المخدرات. وكتشوف الشيطان كيفاش كيلعب لك بالدماغ ديالك، من بعد كيقول لك الشيطان خصك الفلوس بزاف وخصك تولي ملياردير صاحبي، ما تقنعش انت غير مليونير، خصك تولي ملياردير. وباش تولي ملياردير خصك الحشيش والكوكايين، يلاه غير سير في هاد الطريق ان الله غفور رحيم، انت غادي يسمح لك الله. شو الشيطان كيفاش كيضغط علينا، كيضغط علينا بالراتو اللي عنده في يديه. من بعد تعرف على سعيد الناصري وتعرف على هذا السيد هذا اللي من جهه الشرق ودار معاهم علاقه وطيده، جو سي با، ربما ان سعيد الناصري ما كانش عارف انه كيتاجر في المخدرات، ربما كانت العلاقه غير قضيه ديال الذهب والفضه حيت مالي معروفه بمناجم الفضه والذهب،
باش ما ناخذوش الذنوب مع الله. حنا ما شفناش شي حاجه بعينينا، ما شفناش حنا سعيد الناصير شاد الحشيش وكنصوروا شي واحد مثلا كينزل الحشيش من الكاميو وكذا وداك الشي حشيش وكذا وفيديو موثق، وي نقدروا نقولوا دير شي اللي عطى الله سعيد الناصير كيتاجر في المخدرات. حنا ما شفناش لحد الان المخدرات بعينينا، ما ناخذوش الذنوب مع الله. دار معهم علاقه وطيده، على ما كيقول هو حيت هو سببهم في الحبس، على ما كيقول هو حيت تشد في موريتانيا 4 سنين في 2015 قال لك لقاو الطوموبيله ديالو في الصحراء فيها 3 طن ديال الكوكايين ولقاو عنده الفلوس الاورو والدرام مبالغ خياليه لقاو عنده في الطوموبيل، عطا فلوس صحيحه باش شد 4 سنين ديال الحبس. من بعد 4 سنين الحبس بغى يدخل المغرب، على ما كيقول هو عيطوا له هما سعيد الناصري وهذا السيد قالوا له غير دخل ما تخافش. منين دخل شد في المطار شدوه في 2019 صفتوه الحبس ما رضاش، قال لك ما يمكنش الناس هادو غدروني، قالوا لي دخل المغرب وفي التالي لعبوا بيا وصفتوني للحبس حتى انا خصني ننتقم منهم وضروري. هادشي اللي كيقول هو، هادشي اللي كيقول هو مشى للحبس بلغ بهم حتى هما قال بان هاد الناس راه كانوا معايا وكذا وهادي وهادي وعندي وثائق يعني وحجج دامغه وثابته بان هاد الناس هادو راهم كانوا معايا وكذا حتى هما خصهم يتحاسبوا خصهم يدخلوا للحبس. وهكا بدات الحكايه، هكا بدات الحكايه، معرفت من ولا كتعلم البالة. هذا هو المشكل، كيفاش جا حتى سعيد النصيري دابا راه في التحقيق هذا السيد هذا هو اللي قال لهم هاد الناس هادو راهم كانوا معايا وجبدهم. زال البحث جاريا بخصوص هذه القضيه هذه الغامضه، الا توصلنا باي جديد اخوتي المغاربه نخرجوا ونعلنوا عليه في هذه القناه هذه المتواضعه. والكلمه الاخيره كتبقى للقضاء في المغرب هو اللي كيعطي الكلمه ديالو، القضاء المغربي. كنتمنى ليله سعيده للجميع، الى الحلقه القادمه ان شاء الله الرحمن الرحيم يا رب.